النهارده يوم 11 في الشهر، ودي اول جوازة. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. دي تاني حلقه نتكلم فيها عن الانتاج في المزارع بتاعت الكلاب. الحلقه دي هتكون مقسومه على كذا جزء. اول جزء هيكون الاعراض اللي بتبان على الكلب قبل الولاده على طول. تاني جزء هيبقى ولاده النتايه دي نفسها، يعني الموضوع هيبقى بشكل موسع اكتر وبتفصيل اكتر عن الحلقه اللي فاتت. هتبقى عمليه الولاده كامله، هي عمليه ولاده طبيعيه من غير اي تدخل مني. يعني انا يمكن اتدخلت بس ان انا ممكن مثلا جرو يبعد عنها، اروح ارجعه لها تاني. عايز انضف لها حاجه، اللي هو انا بسهل عليها الموضوع مش اكتر، بس طبعا التدخل بتاعي يعتبر ملوش لازمه لو النتايه لوحدها هي هتقول كل الكلام ده. في نتي بنسبه قليله جدا بيبقى عندها مشاكل سلوكيه، دي بتحتاج ان احنا نتدخل، وده هنتكلم عنه في حلقات جايه، بس عشان الموضوع كبير مش كلمتين او كده. في نتي بتاكل الجراوي بتاعتها، وفي نتي ما بتحضنش كويس وبتبقى عايزه تقوم تلعب وتجري، وفي نتي بتدوس على الجراوي بتاعتها. فالموضوع يعني مش هيبقى محتاج حلقه باذن الله. مبدئيا كده احنا هنتكلم عن الجواز نفسه. مفيش حاجه اسمها ان انت تتجوز اليوم السابع والثامن والكلام ده كله نسوب. الطريقتين الوحيد اللي ينفع تمشي بيهم، اول حاجه اللي هي ان انت بتروح تعمل مسحه مزرعيه عند الدكتور، تاني حاجه ان انت بتتجوز على لون الدم. يعني على بعد اسبوع تقريبا من بدايه الحيض بتبدا درجه اللون بتاعت الدم تبقى افتح. اول ما بيبقى الدم يعتبر وردي، يعني بين الوردي وبين الشفاف، بتبدا تجوز اول جوازه وبتسيب يوم وبتجوز جوازه الثانيه، واللي بعده تقريبا ما بيبقاش ليه لازمه. يعني انا بالنسبه لي انا ساعات بجوز مره، واقصى عدد مرات بجوز فيها بيكون مرتين. علامات الحمله عند الكلاب بتبقى كتير ومختلفه، يعني مفيش حاجه بتبقى مؤكده 100%. فانت المفروض ان انت بتبدا تتابع مع دكتور عشان تعمل سونار. ممكن كلب عندك تحمل وتبقى انت شايف ان هي حامل وتوصل لحد اليوم الستين وتلاقيها فاضيه في الاخر، بيبقى حمل كاذب، وبتبقى الاعراض هي نفس الاعراض اللي بتبقى باينه يعني وقت الحمل الطبيعي. مدة الحملة عند الكلاب بتكون من 56 ل59 يوم. بتختلف من فصيلة لفصيلة، وبيبقى ليها عوامل تانية. يعني مثلا الفصائل اللي هي بتبقى حجمها صغير دي ممكن تولد قبل الميعاد بتاعها بأسبوع، ممكن تولد على اليوم 56، ممكن تولد على اليوم 55. الكلاب الكبيرة هي اللي ساعات بتطول في مدة الحمل، وزي ما قلنا برضو بيبقى ليها عوامل تانية. فالمدة نفسها بتبقى من 56 ل59 يوم، بعد كده بتبدأ تقلق. وبرضه من بعد اليوم ال 65 لازم تبقى قلقان، ولازم تنزل تعمل على الاقل مره سونار عشان تطمن على نبض الجراوي ان هم لسه عايشين، وتاخد وقت تقريبي ان النتايه مثلا هتولد بعد بكره. يعني بيبقى ليها برضه الدكتور المفروض ان هو بيقول لك ايه الصح. ممكن وانت بتعمل سونار تكتشف ان الجراوي ميته، ساعتها انت لازم تفتح. ممكن تكتشف ان الجراوي لازم تنزل عشان حجمها كبر زياده عن اللزوم، فانت لازم برضه تولدها ولاده قيصريه عشان الجراوي ما تموتش. ففي كل الاحوال ان انت تروح تعمل سونار في الايام دي بيبقى مفيد، عمره ما هيضر. مبدئيا كده احنا هنتكلم عن الاعراض اللي بتبان على الكلبه، يعني اول مرحله في الولاده. مبدئيا الكلبه هتلاقيها باين عليها ان هي قلقانه، مش مرتاحه، مش عارفه تقعد. ده بيكون سببه ان عنق الرحم عند النتايه نفسها بيبدا يتمدد. بيحصل تغيرات عندها في الرحم شديده، فالكلبه نفسها بتبقى الآن مش فاهمة ايه اللي بيحصل جوه بطنها، فاهمين الفكرة؟ المرحلة الأولى من عملية الولادة دي بتستمر من 6 ساعات وبتوصل ل 18 و20 ساعة تقريبا. بعد الوقت ده بيبقى العنق بتاع الرحم اتسع بشكل كافي ان هو الجراوي تبدأ تخرج منه. يعني في الوقت ده المفروض ان انت بتاخد النتاية بتاعتك تبدأ توديها في مكان مضلم ومكان هادي، ما يبقاش فيه دوشة كتير عشان الكلبة نفسها ما تبقاش متشتتة وما يبقاش سبب في ان هي يجي لها مشاكل في الولاده ان هي تبدا تاكل جراويها او كده، سواء خوف عليهم او اي سبب كان. الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه. يعني تاني مرحله من الولاده بتبدا تلاقي ان الكلبه خلاص ان هي يعني نامت على جنبها، وبيبقى في تقلصات شديده عندها في الرحم. بيبدا ينزل سائل من المهبل عندها، بيبقى ملون. ده بيبقى خلاص
بيدل ان خلاص الجراوي جاهزه ان هي تخرج يعني. هيبدأ يظهر اول جرو، وهيبقى فيه نص ساعه بين كل جرو وجرو بينزل. عمليه الولاده بتستمر ممكن توصل معاك ل 20 ساعه لو عدد الجراوي كبير. ممكن جرو ينزل كل نص ساعه، ممكن يوصل لساعه، فانت بتفضل متابع العمليه بتاعه الولاده على قد ما تقدر لحد ما العمليه كلها تتم يعني. هتبدأ ان انت تراقب النتايج بتاعتك من بعيد وتشوفها وهي بتتصرف مع الجرو بتاعها، بتشوف هي بتتصرف صح ولا لا. مبدئيا الجرو هينزل، هي تفضل تلحس فيه وتنضفه. بعد كده هتبدأ تقطع الحبل السري. لو ما عملتش كده بتبدأ ان انت تجيب فوطة ناعمة وبتبدأ ان انت تمسح له مناخيره عشان تحفزه ان هو يقدر يتنفس، وفي نفس الوقت بتجري الدورة، بتنشط الدورة الدموية عنده يعني في جسمه. الحبل السري والحاجات اللي هي التنظيف بتاع الجراوي هتلاقي الأم بتاكله، وده طبيعي. حاول ما تتدخلش، مفيش أي مشكلة إن هي تاكل. حتى الحمام بتاع الجراوي هي بتلحسه يعني، انت حاول ان انت تشيله. لو ملحقت شوية كلته ما تبقاش قلقان، مفيش مشكلة، ده الطبيعي اللي بيحصل يعني. لو فات 4 ساعات او اكتر على ان في جراوي في بطنها وانت متأكد ان لسه في جراوي وما نزلتش، لازم تبدأ تتصل بالدكتور البيطري فورا عشان يبدأ يتصرف على طول، عشان كده في حاجة مش مظبوطة. واوعى تدي حقن طلق او اي حاجه من الكلام ده، كلم الدكتور البيطري بتاعك. بس في حاجات في الكلاب ما ينفعش ان انت تعمل فيها اي حاجه غير ان انت تكلم الدكتور بتاعك اللي متابع معاك الحاله من الاول، تقول له حصل كذا كذا وهو يقول لك انت تتصرف ازاي. الحالات اللي انت بتكلم فيها الدكتور بتاعك، اول حاجه ان انت لو حسيت ان الكلبه بتاعتك بتتالم بشكل شديد وهي بتولد، تحتاج ان انت ترجع للدكتور البيطري بتاعك. تاني حاجة، لو الكلبة بتاعتك فات عليها 64 أو 65 يوم ولسه ما بانش عليها أي علامات من علامات الولادة، خليك دايما فاكر إن الرعاية الطبية عمرها ما تبقى زي الدكتور البيطري بتاعك، فما تبقاش مهمل في الموضوع ده. بلاش إن أنت تحاول تجرب في كل حاجة، في حاجات أكيد يعني، الكلب لو عنده برد بنساعده، لو مش عارف عنده التهاب رئوي بنساعده، بس في حاجات الدكتور البيطري بتاعك هو أكتر حد هيفيدك فيها يعني. فيا ريت بلاش تخاطر بحياة الحيوان الأليف بتاعكوا يعني، في سبيل إن انتوا تجربوا. ولو الجرو بتاعك اتولد وخلال دقيقتين ما كانتش الأم فتحت الكيس ونضفت الجرو وبدأ يصرخ ويتحرك، حاول إن انت تبدأ تنعيشه على طول، عشان كده في حاجة غلط برضه. اخر نقطة هنتكلم فيها عن موضوع الولادة، هما هيبقوا حاجتين. اول حاجة هي نظافة المكان اللي الجراوي فيه، وتاني حاجة ان الجراوي تنام بقدر كافي عشان تقدر تقول على الجرو بتاعك دبدوب. زي ما الناس بتقول المفروض ان الجرو بتاعك ينام بشكل كافي، يعني المفروض ان هو بينام 90% من وقت اليوم، وال10% الباقيين بياكل فيهم وبيعمل حمام. اول اسبوعين هتعتمد على اللبن الام، بعد اسبوعين هتبدا تتدخل بوجبات اضافيه عشان يبقى فيها قيمه غذائيه يعني، الجراوي بتاعتك تبقى اضخم وكده. هتلاقوا حلقات يعني على الحلقه موجود فيها الوجبات الغذائيه دي، وازاي بتحضرها وازاي بتديها للجرو في سن كام. ما تنسوش تعملوا كده كده سبسكرايب عشان تشوفوا الحلقات اول باول. وبالنسبة لموضوع النظافة يعني، الحلمات بتاعة النتاية والمهبل المفروض ان بيبقى ليهم حاجات في الصيدلية بتتباع مخصصة لتنظيفهم، حاول ان انت تستخدمها عشان الجراوي بتاعتك وهي مغمضة عينيها ما بتعملش اي حاجة غير ان هي بتلحس اي حاجة قدامها. فطبعا لو في ميكروب او حاجة الجراوي بتاعك هيتعب، وانت اللي هتبدأ ان انت تعالجه وتهتم بيه، وده هياخد منك مجهود اكتر يعني. اتمنى ان الحلقة تكون افادتكم، واتمنى برضو ان انا اكون لميت لكم كل الموضوع بتاع الولادة في الحلقة دي. في ناس كتير بعتالي اسئلة عن الولادة، باذن الله انا هعمل حلقة هيكون فيها رد على الاسئلة، بس مستني اجمع عدد كبير من الاسئلة. نعمل حلقة حوالي 5 دقايق او 6 دقايق اسئلة واجوبة على طول ورا بعض عشان الكل يستفاد منها. هقول لكم بس نصيحة يعني، الناس اللي بتربي كلاب وبتنتج، والله حاولوا تتعاملوا مع الموضوع باحترافية يعني، ما تبقاش قلقان وانت بتمسك جارو، وحاول ان انت تعمل يعني مثلا لو النتايه في جرو انت شايفه مش عارف يخرج منها، حاول ان انت تساعدها بان انت تشد الجرو من رجليه بالراحه، بس من غير ما تكسر له رجله، فاهم فكره؟ لما تيجي تمسك الجرو بتاعك تمسكه صح، ما تمسكوش غلط عشان ما يقعش منك او عشان ما تبقاش مضايق نفسه او كده. اتعاملوا مع الموضوع يا جماعه بان انتوا محترفين، ما تبقوش قلقانين عشان ما تتصرفوش غلط، بس مش اكتر. تاني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تشوفوا الحلقات بتاعتنا اول باول.
ان شاء الله الحلقة الجاية هيكون ليها علاقة برضو بتحسين النسل، ونهاية الحلقة دي ان شاء الله انتوا هتشوفوا الجراوي لما كبرت واتفطمت بقى اشكالها عاملة ازاي. دي هتبقى يعني نبذة كده عن الحلقة اللي جاية. الجراوي الحمد لله فيها جراوي كتير جسمهم دباديب زي ما بنقول، والوانهم بني عشان الاب كان بني، وفي نفس الوقت التاج اللي في وشهم خدوا التاج بتاع الاب مش الام. فاحنا كده علينا النسل بتاع الجراوي، والجراوي لو هنبيع منها هيبقى سعرها زائد. طبعا الجراوي دي مش للبيع، ولا الجراوي الروتوايلر اللي هتنزل للبيع. الجراوي دي كلها بتطلع لناس شغالين معانا، وبنسيب منها بس الجراوي اللي هي مواصفاتها اعلى مواصفات عشان نستخدمها في تحسين نسل في خلفة جاية او في جيل جديد من الجراوي. ان شاء الله هتتابعوا ده معانا في السنين اللي جاية مش في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. يعني اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة، ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة.
ترجمة